بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. العنصر الثاني في دورتنا بيتكلم عن مهارات مديري الانتاج. تعالوا الاول مع بعض نعرف من هو مدير الانتاج اللي هو البرودكشن اند اوبريشنز مانجر او البي ان تو او مانجر. مدير الانتاج هو الشخص المسؤول عن تخطيط وتنظيم وقياده وتوجيه ورقابه مختلفة المطلوبه من قسم الانتاج، فهو يطبق العمليه الاداريه في مجال الانتاج لتحقيق الاهداف المخططه. مدير الانتاج زي ما احنا شايفين بيقع عليه دور كبير جدا داخل المنظمة، وله مجموعة محددة من المهام، انه ينتج الانتاج بالمواصفات المطلوبة ويشارك في اعداد وتنفيذ خطط وجدولة الانتاج، ويخصص الموارد اللازمة للانتاج من مواد خام واموال والات وافراد، والرقابة وتطبيق اساليب الجودة الشاملة وتقييم العناصر البشرية. طيب ما هي اهداف ادارة الانتاج والعمليات؟ اول حاجة تحقيق الانتاج بأعلى جودة، تحقيق الرضا للمستهلكين والعملاء، تدعيم المركز المالي للمنظمة، تدعيم المركز التنافسي للمنظمة، وزيادة انتاجية المنظمة بشكل عام. تعالوا نشوف انواع المهارات الادارية والاشرافية لمديري الانتاج. نمرة الف المهارات الادارية. المهارات الادارية ويمكن نبع من وظيفة الادارة، واول مهارات لمديري الانتاج هي مهارات التخطيط. التخطيط هو عملية تحديد الأهداف المستقبلية وتحليل الوضع الحالي ووضع الوسائل وبرامج العمل والمدى الزمني لتحقيق تلك الأهداف. ويجب على مدير الإنتاج أنه يكون ملم بخطوات التخطيط بشكل علمي اللي بتأهله أنه يضع خطة صحيحة قابلة للتنفيذ داخل قسم الإنتاج، فضلا عن توافر عنصر المرونة والقدرة على الإنجاز للأهداف المخططة. تاني مهارة من مهارات مدير ومشرف الانتاج هي مهارات التنظيم. والتنظيم من اهم وظائف الادارة، لانه بيختص بالتحديد والترتيب والتنسيق السليم لكافة المهام والتوزيع الصحيح للمجهودات والادوار والسلطات والمسؤوليات والواجبات داخل المنظمة، وكذلك التشغيل السليم للموارد المختلفة سواء كانت مادية او بشرية من اجل تحقيق الاهداف المخططة. ثالث حاجة عندنا مهارات القيادة، والقيادة هي فن التأثير في الآخرين ودفعهم لتحقيق الأهداف بشكل تطوعي واختياري. ومن أهم أنماط القيادة هو النمط الديمقراطي المشارك اللي يسمح بمشاركة أعضاء الفريق في اتخاذ القرارات وتنمية الابتكارات ودايما التفكير بشكل مختلف وبشكل إبداعي. المدير القائد أو القائد الإداري يستطيع جمع الأفراد حوله وإنجاز العمل وتحقيق الإنتاجية بشكل فعال. ومن أهم صفات القائد قوة الشخصية، الثقة بالنفس، القدرة على التحفيز، القدرة على حل المشكلات، والقدرة على التفكير الإبداعي وتحليل الأمور، والأخلاق الطيبة والسلوك السوي. رابع مهارة من المهارات الإدارية لمشرف ومدير الإنتاج هي مهارات التوجيه. ومهارة التوجيه من أهم المهارات ومن أهم الأدوار التي يجب أن يلعبها مشرفي ومديري الإنتاج، لأن وظيفة التوجيه بتختص بعملية النصح والإرشاد المستمر للموظفين من أجل تركيز المجهودات نحو الأهداف المخططة وتوجيه كافة أعمالهم نحو المسار الصحيح. بعد كده نمرة خمسة عندنا مهارات الرقابة. والرقابة بتعني من أن الأعمال التي يتم إنجازها تسير وفقا لما مخطط، ودور مدير الإنتاج أنه يركز على نوع من أنواع الرقابة، والرقابة الوقتية أو الرقابة التزامنية اللي بتكون أثناء الإنتاج حتى نتجنب جميع الأخطاء والعيوب التي قد تضر بالمنشأة إذا خرجت للعميل وفيها أخطاء أو فيها عيوب. فعندنا مهارات تقييم الأداء، وعملية تقييم الأداء بتهدف إلى التحسين المستمر وتعديل أي انحرافات موجودة داخل قسم الإنتاج وفي المنتجات التي يتم تصنيعها. عملية تقييم الأداء يتم من خلال التعرف على الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية الخاصة بتحقيق الأهداف وإنجاز معدلات الأداء المستهدف، ومدير الإنتاج يقوم بالتقييم وفقا لمعايير موضوعية وعلمية. دوما بيساعد على زيادة الإحساس بالمسؤولية لدى الموظفين وتطوير أداء الموظفين ورفع روحهم المعنوية والتمييز بين المحسن والمسيء وضمان التحسين المستمر في جودة العمل. بيساعدني على وضع نظام مكافآت وأجور فعال ويجعل عندي موضوعية في اتخاذ القرارات الخاصة بالموارد البشرية. والتقييم أيضا بيكشف عن القدرات والمهارات الإبداعية في الأفراد. تعالوا نشوف مع بعض المهارات الفنية لمشرف الإنتاج، ويمكن دي بتكون مهارات تخصصية، مهارات مهنية تتعلق بمدير الإنتاج، كأن مثلا يكون مهندس
إذا كنا مثلا بنتكلم عن هندسة الإنتاج أو ماكينات الإنتاج. يجب على مدير الإنتاج ومشرف الإنتاج أن يكون ملم بمراحل تصنيع المنتجات، يبقى عنده معرفة بمراحل سريان العملية الإنتاجية، وعنده معرفة بكيفية تشغيل الماكينات والتحكم في الإنتاج، ويبقى عنده معرفة بقواعد صيانة الماكينات والمعرفة بكيفية استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية. دي كانت المهارات الإدارية والإشرافية لمدير ومشرف الإنتاج. تعالوا نشوف مع بعض العنصر الثالث في البرنامج بتاعنا.